الغزاله ديال الاجور فتحت المجال امام واحد المجموعه ديال الاساتذه من اجل تحسين اجورهم انهم يلجؤوا للاشتغال في المؤسسات ديال التعليم الخصوصي. الراي السليم والصائب هو ان القطاع الخاص كان خاص يتحمل مسؤوليته ويوفر الاطر اللي غتشتغل تشتغل في المؤسسات بمعنى ان الشغل في المؤسسات ديال التعليم العمومي والتعليم الخصوصي فعلا انه تنقص من الجوده ديال في القطاع العام. قلنا الموقف السليم هو ان القطاع الخاص يجب ان يبحث كيف يكون الاطر اللي غتشتغل عنده في مؤسسات ديال التعليم الخصوصي وحنا نعتبر بان الاشتغال ديال اساتذه دي التعليم العمومي في القطاع الخاص هو محاوله ديال تهريب التعليم العمومي للمؤسسات ديال التعليم الخاص وبالتالي ان الكفيل بالحد من هذا المشكل هذا هو تحسين ديال الاجور ديال للتعليم دي التعليم العمومي وبالتالي الى بقات الاجور بهذا الشكل طبيعي انه غادي يلقاو الاساتذه ديال التعليم العموميه يلجاون لمؤسسه التعليم الخاص باش يحسنوا الاجور ديالهم وهذا فعلا يتنافى و يعني الجوده ديال التعلمات في المؤسسات العموميه. للاسف الشديد كان الوزير يجتهد لاخراج نص مهم الا وهو قانون 006 المنظم للتعليم الخاص. الذي يعتبر الان طي النسيان وهو من ثمرات قانون الاطار 51 17 الذي صدر في الولايات التشريعيه الماضيه، هذا القانون الذي بامكانه ان يشكل دعامه رئيسيه لتاهيل التعليم الخاص ولتحديد دوره المجتمعي في المنظومه التربويه، علما بان اليوم السعي الراشد لتاطير المنظومة التربوية عبر توفير الموارد البشرية للتعليم الخاص يقتضي من الوزارة أن تبلور استراتيجية كوينية من أجل تخصيص موارد بشرية وطور تربوية خاصة للتعليم الخاص بعيدا عن استغلال اطر تربويه للقطاع العام التي نرى اليوم ان لابد ان تولى لها الاهميه القصوى وان تلقى العنايه اللازمه لا من ناحيه التاطير والتكوين المستمر ولا من ناحيه الدعم المادي والمعنوي ولكن ان كان ذلك لابد ان تكون هناك امور مضبوطه بالقانون لا تضر بتاتا بالمدرسه العموميه للاسف كان املنا ان يكون للوزير جديد رؤيه يعني إيجابية في التجاوب مع المدرسة العمومية التي تعتبر أصل يعني التكوين التعليمي العمومي ببلادنا وهي أصل ترقي أبناء وبنات الشعب المغربي بكل فئاتهم أمر آه الآن خرج عن السياق الذي كان لا بد أن تمشي فيه الوزارة بشكل جدي كثير من الأساتذة هناك أصحاب ضمير ربما يشتغلون بشكل جدي بين هنا وهناك لكن في الاصل عشنا تجارب مريره وقصص مؤلمه لاساتذه لم يقوموا بادوارهم في المدرسه العموميه واجتهدوا بكل ما لهم من قوه في اعطاء يعني قوه دافعه في التعليم الخاص وهذا امر يعني مخيف ومرعب للناشئه التربويه للكتله التعليميه الكبرى التي يعني تدرس وتوجد في رحم المؤسسه التعليميه العموميه. متنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس